بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا المساء الجميل من مساءات عمان المعطاء، ونزداد تألقا بمتابعتكم لنا يوميا من خلال هذه الإطلالة عبر برنامجكم من عمان. إذن أهلا بكم، وأرحب أيضا بزميلي راشد. مساك الله بالخير يا راشد. مساك الله بالنور والسرور عايدة، مساكم الله بالخير والإشراق. مشاهدينا الأحبة، مساءكم تاريخ لوطن عريق، مساءكم وطن يزدهي بإنجازات وعطاءات أبنائه أينما كانت مواقع العمل والبناء. حياكم معنا مشاهدينا في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، اليوم الأربعاء، نتواصل معكم إن شاء الله حتى تمام العاشرة من خلال مجموعة من المحطات والمتابعات، إضافة طبعا لتغطية مختلف الأحداث التي تشهدها أرض عمان الخير. بالضبط، اليوم إذا عدينا مجموعة من الفقرات، ولكن قبل أن نستعرض هذه الفقرات مشاهدينا، خلونا نعرف اليوم محمد المهري زميلنا وين موجود وإيش راح يقدم لكم من خلال فقرة الربط المباشر. إذا زميلنا محمد المهري، مساك الله بالخير يا محمد، وحدد موقعك اليوم وين موجود بالضبط. مساء الخير راشد، مساء الخير عايدة، مساءات وطن في هذه الأمسية الوطنية الجميلة. أنا متواجد حاليا الآن في نادي الواحات، هذا النادي المطل طبعا على الحيل على الشارع البحر الجميل. اليوم أنا أشارك أيضا فناني السلطنة وهؤلاء، يعني هذه الأنامل العمانية الجميلة، في رسم لوحة، يعني لوحة عمانية جميلة، ولكن المرة هذه راشد يعني ألوان من السماء. حياك الله يا محمد. محمد، إيش الفعالية عبارة عن إيش بالضبط؟ يعني هذا المعرض معرض الفني، الفن الطائر، ماذا يختصر، ماذا يقدم من حركة فنية تشكيلية في السلطنة؟ أكيد أولا ألف شكر وتحية أيضا للجمعية العمانية للفنون التشكيلية. هذه الجمعية يعني ربما محظوظة في أنها أيضا بدأت بأوامر وتوجيهات سامية في 1993. الجمعية بالتنسيق أيضا مع الطيران العماني، هناك تنسيق مع فناني السلطنة الرسامين، أكثر من 40 لوحة متواجدة الآن في هذا المعرض. نعم. اليوم هم يحتفون في نادي الواحات بتكريم هؤلاء الناس يعني الجميلين اللي رسموا لنا لوحات عمانية جميلة، كلها احتفاءات. يعني الملفت للنظر راشد انه لمدة عام. نعم. كامل، يعني وهؤلاء الناس يعني يقومون بعمل جاد، عمل في جهد كبير جدا. هذه اللوحات انا الان اتوسط المعرض، ولكن لو تسمعون ايضا خلفيتي بدا الحفل، حفل التكريم. صحيح. تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد ال سعيد مساعد الامين العام بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، حفل ختام المشروع الوطني المعرض العماني، المعرض العماني الفني الطائر، طبعا هو بعنوان ألوان في السماء. نعم. هذه اللوحات مكتملة كلها إهداء من رسامي السلطنة لباني هذه النهضة أيضا ولهذا الوطن العزيز بمناسبة العيد الوطني 44 المجيد. جميل جدا. إذا كانت هذه احتفالية ومشاركة من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية في العيد الوطني 44 المجيد من خلال طبعا تنظيم هذه الفعالية الجميلة والتي استمرت قرابة العام كامل. إذا نعم. محمد، راح نتواصل إن شاء الله معك في قادم الوقت حتى نتعرف أكثر على هذه الفعالية ونتعرف على جمالية الألوان في مختلف سماوات العالم. إضافة إلى ذلك مشاهدينا، حتى تمام العشر حضرنا لكم مجموعة من المحطات والمتابعات. نعم. كالمعتاد كل يوم أربعاء تعودتم مع محطة الطب والدكتورة فنة الفنة، وهذه المرة حول صحة العيون. نعم، صحة العيون هي مرآة لصحة الإنسان. ممكن حتى أنت لما تروح الدكتور أصلا وتقول أنا تعبان، أول ما يشوف شوف مثلا في عيونك. صح. فعشان يعرف أيضا إذا كان ثمت أمراض مرتبطة، فراح تكون أو تظهر نتيجة في من خلال العيون. ففعلا موضوع مهم جدا، وخاصة أن في فترة والثانية تنتشر بعض الأمراض يعني الخاصة بالعيون، راح نعرف عنها أكثر من خلال هذه الفقرة الصحية مع الدكتورة فنة. إذا مشاهدين هذه المحطة الطبية سنفرد لها مساحة مع الدكتورة فنة حتى نتكلم عن موضوع صحة العيون. أما محطتنا ربما الرئيسية في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، حديثنا حول توثيق التاريخ. نعم. الآن تاريخنا، التاريخ العماني تاريخ مليء بالكثير من الأحداث، كيف من الممكن توثيق هذا التاريخ والاقتراب من هذا التاريخ وتعريف العالم بهذا التاريخ؟ أكيد. وإحنا نقرأ دائما في التاريخ، هل تبادر إلى ذهنكم مشاهدين الكرام أن كيف وصل لنا هذا التاريخ، وهل كل ما هو موجود بين أيدينا في هذه الكتب هي وقائع صحيحة أم يشبهها أحيانا بعض الأساطير؟ بالضبط. إذن مشاهدين، التاريخ بين الوصف والتعميق والتحليل، كل هذه الموضوعات يتكلم عنها الأستاذ الأديب أحمد الفلاحي في حلقة
الليلة من برنامجكم من عمان، سيتكلم بلساب حول كتابة التاريخ وتأريخ التاريخ بالتحديد. كل ما نرجو فعلا أن تقضوا برفقة هذه المحطة وبقية المحطات أجمل الأوقات. نعم أكيد. في محطة أخيرة من في حلقة الليلة من برنامج من عمان لنا وقفة مع الشعر وواحد من شعرائنا العمانيين المتميزين الشاعر حمود بن وهجة اليحيائي. إذن مشاهدينا مع توهج الشعر ستكون هذه المحطة مع الشاعر حمود بن وهجة اليحيائي. راح يبدأ مشوار حلقة الليلة من برنامجكم من عمان من خلال هذا التقرير القادم ليأخذكم إلى المعرض الإيراني الذي يقام في مركز عمان الدولي للمعارض والذي يعرض مختلف المنتوجات الإيرانية. بدأ هذا المعرض من يوم أمس ويستمر حتى يوم 10 من الشهر الجاري. إذن نأخذكم إلى هذا التقرير وإلى جمالية الصناعات الإيرانية المختلفة. بعدها لنا عودة حتى نبدأ أولى لقاءاتنا في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. مركز عمان الدولي للمعارض يحتضن معرض المنتجات الإيرانية والذي تشارك فيه أكثر من 100 شركة إيرانية بهدف تفعيل التبادل التجاري بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز جسور التعاون التجاري ليرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والثقافية بين البلدين الصديقين. يمثل المعرض فرصة طيبة لالتقاء الشركات العمانية بالشركات الإيرانية والاستفادة من خبراتها المختلفة، خاصة أن المعرض يضم عدداً من الشركات المتخصصة في مجالات مختلفة ويسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والمنتجات الإيرانية. ويعد هذا المعرض أكبر معرض ينفذ لمنتجات دولة واحدة في السلطنة، وقد تم تخصيص هذا المعرض للجمهورية الإسلامية الإيرانية نظراً لما يزخر به هذا البلد من إمكانيات وصناعات ومنتوجات تتميز بالجودة والحرفية. ويستمر المعرض حتى 10 من الشهر الجاري، حيث يمكن للزائرين اقتناء احتياجاتهم المختلفة من المعرض بين السلع الغذائية والمنزلية والآلات الزراعية والمعدات الطبية وغيرها من المنتجات. كما يمكن لرواد الأعمال عقد شراكات تجارية مع العديد من الشركات الإيرانية التي تبحث عن وكلاء لها بالسلطنة. إذن هذه افتتاحية حلقة الليلة من برنامج من عمان، ونحن متواصلون معكم بمختلف فقراتنا ومحطاتنا المتنوعة حتى 10 بمشيئة الله. إذن مشاهدينا بعد قليل سيكون معنا الكاتب والأديب الأستاذ أحمد الفلاحي حتى نتحدث عن كتابة التاريخ وتأريخ التاريخ. ومع انطلاقة عام جديد عام 2015 فإن كل الأماني وكل الدعوات ترتفع إلى الله تعالى أن يحفظ الله قائد هذه البلاد المظفرة وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يرزقه تمام الصحة وكمال العافية وأن يرجعه إلينا قريبا قريبا سالما معافا. اللهم آمين. اللهم آمين. خلاص عاشق أبوس المفدى الزعيم اللي حر يفدى، عاشق أبوس المفدى الزعيم الحر يفدى، بالمهج والله شهيد دام عزك بن سعيد، بالمهج والله شهيد دام عزك بن سعيد، عاشق أبوس عاشق أبوس المفدى، عاشق أبوس عاشق أبوس المفدى، الزعيم الحر الزعيم الحر يفدى، قايد عمان اللبية صاحب الكف الندية، قايد عمان اللبية صاحب الكف الندية، يا
عسى عمرك مدي دام عزك بن سعيد. يا عسى عمرك مديد الزعيم الحر يفدى شعبك الغالي وفالك والنصر والعز فالك شعبك الغالي وفالك والنصر والعز فالك راعي الحكمة الرشيد دام عزك بن سعيد. راعي الحكمة الرشيد دام عزك بن سعيد. عاش عاش قابوس عاش عاش قابوس المفدى. عاش قابوس عاش عاش قابوس المفدى الزعيم الحر الزعيم الحر يفدى. من ظفار المجد جدد شعبك الوافي وأكد. من ظفار المجد جدد شعبك الوافي وأكد حب يسري في الوري دام عزك بن سعيد. دام عزك بن سعيد. من ظفار إلى مسندم خطوتك شعبك ترسم عن مسارك ما يحيد. دام عزك دام عزك بن سعيد. همة مثل الجبال ما ارتضت غير المعالي واثمرت عهد مجيد. دام عزك بن سعيد. دام عزك قايد عمان سلام مطمئنا بفضل من رايا سديد. عزك بن سعيد. منا لك سمعا وطاعة ونرفع كفوف الضراعة. الدوم في عيش رغيد. عزك دام عزك بن سعيد. أمين قايد عمان. نرحب بكم مشاهدينا ونرحب أيضا بكل من انضم لمتابعة حلقة الليلة من برنامج من عمان ومتواصلين معكم حتى العاشرة بمختلف فقراتنا ومحطاتنا المتنوعة. إذن مشاهدينا محطتنا القادمة سنقترب من خلالها مع التاريخ. كلنا نتذكر تلك الكلمة السامية التي وجهها جلالة السلطان المعظم إلى طلبة جامعة السلطان قابوس عندما قال فيما معنى كلام جلالتي أن التاريخ لا يؤخذ على علاته، نحتاج إلى تمحيص وتدقيق للتاريخ. حديثنا في الوقفة القادمة والمحطة القادمة حول تأريخ التاريخ، كيف يكتب التاريخ؟ من يكتب التاريخ؟ هل هناك فرق بين الوصف والسرد وبين كتابة التاريخ؟ كل هذه الإجابات يجيب عليها ضيفنا العزيز الذي نرحب به أكبر ترحيب في حلقة الليلة من برنامج من عمان، الأستاذ والكاتب والأديب أحمد الفلاحي. مساك الله بالخير، سعيدين جدا بوجودك معنا. بالخير والسرور. شكرا لكم وأنا ممتن
يعني هذا اللطف منكم. بارك الله فيك، نحن نسعد جدا بوجودك معنا، وأرجو أني أكون عند حسن ظنكم، وأني أستطيع أنت دائما عند حسن الظن، أني أستطيع أقول شيء يعني فيما تريدون يعني. الله يسلمك. أنت دائما عند حسن الظن حقيقة أستاذ أحمد، يعني وإن كنا نود أن نعرف بك للمشاهد ولكن يكفي أن نقول أحمد الفلاحي حتى يعرف الاسم عن ذاته، فأهلا وسهلا بكم، نورنا في من عمان. شكرا يا ستي، شكرا على هذا الاطلاع. يا مرحبا فيك، سعيدني جدا بوجودك معنا، ويعني منطلقا الحديث عن تاريخ التاريخ وكتابة التاريخ، وهذا الأمر الذي يعد يعني أمر ذو الشجون، ولديك أكيد الكتابات الكثيرة في هذا الشأن. نريد بداية أن نؤطر إطار عام للحديث عن هذا الموضوع ومرحلة كتابة التاريخ. هناك سؤال يعني يطرح بداية، كيف يكتب التاريخ أستاذ أحمد؟ ما هي الطريقة التي يعتمد على ضوئها في كتابة التاريخ؟ التاريخ في قديم الزمان، في أوائل ما كتب التاريخ، كان يتداخل التاريخ الحقيقي مع الأسطورة في العصور القديمة. كان كذلك، ولذلك تلقاه مرتبط باستمرار يعني معلومات حقيقية، شخصيات حقيقية، أحداث حقيقية، ولكن تتداخل فيها الأساطير. وكان هذا مقبول جدا على حسب ثقافة الناس في ذاك الوقت يعني. وحتى إلى وقت متأخر، لكن دعني نقول حتى قبل يمكن 100 سنة أو أقل، الناس كانوا تختلط هذه بهذه، وما كان الناس عندهم استنكار. مثل ما يعني تدخل أساطير الجن وأساطير السحرة وأساطير، والناس يأخذوها كأن هذا شيء طبيعي يعني. إنما مع الزمن، مع تطور الوعي، مع تطور الفكر عند الناس، بدأوا عاد يميزوا، بدأوا ينتقوا، بدأوا ينقدوا الأشياء، بدأوا يستخلصوا منها. وهذا الذي نجده مثلا في تاريخنا العماني، وكلمة صاحب الجلالة اللي تفضل الأستاذ راشد وأشار إليها فيها هذا. أنك أنت لا تأخذ كل اللي مكتوب، لأن في كثير من الأشياء زين، ولابد أن الإنسان يعمل فكرة كيف ينتقي وكيف يوصل. يعني اليوم حقيقة يعني بدأوا شبابنا كثير منهم زين، ممن يعتنون بالتاريخ، بدأوا في اتجاه في هذا التاريخ. هو بالإضافة إلى ما قلنا في العصور المتأخرة أصبح التاريخ هو الوثيقة. صحيح، الوثيقة كانت رسالة، كان صك، كانت وصية، شيء مكتوب في ورق قديم. هذه أحد ركائز التاريخ. جميل. بالإضافة طبعا إلى الكتب القديمة المدونة، المدونة فيها المعلومات، بالإضافة أيضا إلى الروايات الشفهية اللي نسميها اليوم المذكرات. ناس يكتبوا مذكراتهم طبعا، حتى في القدم القديم يعني. نحن نذكر الأمير أسامة بن منقذ، البطل والكاتب والأديب والشاعر على أيام الصليبيين لما جيوا إلى الشام زين، وهو كان معاصر تلك الفترة، فكتب كتابه الشهير، يا أخي أصبحت ذاكرتي أحيانا أنسى. فيعني من هذاك الوقت يعني في ناس يكتبوا تجربتهم، كيف شافوا، كيف عايشوا، كيف كيف. فهذا هو اللي نسميها اليوم طبعا مع تطور الأزمنة وتطور الأشياء نسميها المذكرات. أصبحوا السياسيين، أصبحوا نجوم السينما، أصبحوا الكتاب الكبار يكتبوا مذكراتهم. لعل في من ضمن الأمثلة بالنسبة للأدباء والمفكرين كتاب الدكتور طه حسين. صحيح. اللي هو الأيام. نعم. وكذلك آخرين، العقاد أيضا كتب كتابين عن مذكراته، أنا ومع الشيء الثاني كتاب ثاني. يعني معظم طبعا السياسيين هذا الباب أول يعني. تسمع لما أو تسمع لما رئيس أمريكي يطلع من الحكم، على طول طبعا يصدر، يكون التركيز عليه مين يفوز بهذه المذكرات، مين يطبعها. وعلى سبيل المثال كلينتون لما طلع وأخذ فترتين، كلينتون 8 سنين بيت الأبيض، فلما طلع تنافست عليه دور النشر تنشر مذكراته. وأذكر أني قرأت في الصحافة الليلة بالليل اللي باكر بيصبح توزيع الكتاب، دار النشر طالحت لنا في مكتبة زين في نيويورك، من صباح يعني بدأت، فتحت قبل ساعة، من اعتيادها تفتح الساعة 8 أعتقد أو 9، ففتحت قبل ساعة،
وكان هناك أظن 17 أو 16 طابور واقفين ينتظروا افتتاح افتتاح على كل واحد يحصل نسخة من الكتاب. وطبع من الكتاب 1,000,000 نسخة في أول طبعة. فالمذكرات أيضا الآن تمثل يعني شيء كثير يعني، وهي مصدر من مصادر التاريخ أيضا مهم جدا. إذن هي مصدر معتمد، أصبحت السير الذاتية مصدر معتمد للتاريخ، لأن صاحبها يتحمل مسؤوليتها وهو حي في الغالب يعني. لكن ما بالضروري أنه هو أيضا يقول كل شيء أو يجيب الحقائق مثل ما ينبغي أن تكون، لأن هؤلاء السياسيين لهم طرقهم ولهم أيضا. أستاذ هيكل، أستاذ محمد حسنين هيكل الكاتب العربي الأشهر على الإطلاق صحيح. على مستوى العالم كله يعني. طيب. ومن بين بي بي سي سمعت قبل 30 سنة أنه أغلى أهم 5 أغلى كتاب في العالم اللي كتبوا هيكل واحد منهم. ما شاء الله. للكلمة واحدة ما أعرف مقابلها كم. نعم. هو معظم كتبه يكتبها باللغة الإنجليزية، ثم الناشر ماله يترجمها إلى يعني تؤخذ تشترى إلى لغات العالم المختلفة. جميل. هيكل حكى عن الأستاذ عن الدكتور محمود فوزي. نعم. محمود فوزي هذا سياسي مصري كبير جدا، صار في عدة مناصب، سفير في اليابان، مندوب مصر في المتحدة أيام أزمة السويس، بعدين صار وزير خارجية مصر لفترة طويلة، بعدين صار رئيس وزراء مصر، بعدين صار مساعد الرئيس السادات في أيام السادات يعني. كتب مذكرات حسب ما يقول الأستاذ هيكل وجابها وهو صديقه لهيكل وقال له هذه مذكراتي وفيها وصية أن لا تنشر إلا بعد وفاتي 50 سنة أنا أو زوجتي أينا يتوفى بعد. زين. ولا تزال يقول هيكل عند ذاك يعني بعد 50 سنة أنا لن أكون هنا، لأنه هو مات حديثا هذا. يمكن قبل أقل من 20 سنة الدكتور فوزي توفي. فبالتالي هذه 50 سنة بتخلص، ولكن هيكل ما بيكون موجود في الحياة ذاك الوقت عندما تكتمل، لكن هو محتفظ بها وديعه في شيء من البنوك البريطانية على أساس ما يمسها شيء. لغاية ما يجي وقتها إن شاء الله. طيب أستاذ أحمد، أنت لا تقل أهمية عن هؤلاء بالنسبة لنا، فأين سيرتك الذاتية؟ لا استغفر الله يا ولو ما بين الأرض مذكراتك يكتبوا المذكرات السياسيين، يكتبوا المذكرات الأدباء، وأنت لا تقل أهمية أستاذي عنهم يعني الأجيال بحاجة لأن تعرف. أنا لا كنت يعني مسؤول وطلعت على أسرار الحكومة والسياسة، ولا كنت كاتب بمعنى كاتب أقدر أقول عن نفسي مثل طه حسين أو غيره اللي يكتب مذكراته. لكن بطين أستاذ أحمد يعني صعلوك ولو بالطين يقول يعني هي بالطين هي توثيق يعني لتاريخ هذه القرية الجميلة. أنا أخبرك عن قصة هذا الكتاب. هذا الكتاب لما توفي والدي رحمة الله عليه وجدت وكنت أشايف بعضها كثير من الوثائق، كم هائل من الوثائق، وهي ما إنها وثائق ذات أهمية، هي عبارة عن مراسلات بين الناس بعضهم بعض، وصايا، صكوك، مبايعات كذا. فأنا حفزتني هذه الوثائق، قلت بدل ما احتكرها حالي وحال عائلتي وأولادنا خلي نأخذ منها مختارات ونخلي الناس يشوفوها. جميل. أولاً أحفادنا ثم بقية الناس. فهذه هي تسألني عن تاريخ التاريخ، هذا يعني يمكن بسيط من تاريخ التاريخ. كيف؟ لأن بعض الرسائل اللي هناك تبادلها الوالد كتبوا لي إياها بعض أصحابه في زمن بعيد يعني قبل 60-50 سنة أو أكثر يعني. فكانوا يكتبوا له عن أحداث، لك تعرف في ذاك الزمن في عمان ما كان الموبايل، ما كان التليفون، ما كان شيء، الناس يكتبوا حال بعضهم بعض الرسائل المكتوبة في الورق. صحيح. فما واحد يكتب له مثلا عن أحداث جعلان، صارت فيها أحداث، كان أيام الإمام الخليلي وراح الإمام بنفسه هناك في جعلان، وتفاصيل الذي صار موجود في رسالة في هذا الكتاب. حصلت أيضا مشكلة في عبري، وراح الإمام أيضا إلى عبري، وأيضا إشكاليات كبرى وقبلية وإلى آخره، والإمام راح عشان يحلها وصارت فيها بعض، فهذه أيضا موجودة بتفاصيلها هناك. هذه الرسائل رسالة أيضا عن أحداث الجبل الأخضر في الخمسينات. نعم. صحيح. واحد كتبها أيضا وكتب حال الوالد تفاصيل عن الذي صار. هذه ورسائل أخرى أيضا تحمل هذه الأشياء. نعم. هذه ما تخص القرية.
هي صحيح مكتوبة لشخص من هذه القرية، نعم، لكن هي عندما يكتب التاريخ العماني العام فهي فيها جزيئات صغيرة من التاريخ العماني العام، لا تختص. طيب، يعني ما تخص القرية هذيك يعني. نعم. طيب، هذا الكلام يقودنا إلى سؤال مهم. الآن هناك من يهتم بأدب الرحلات بشكل كبير، منهم نموذجا في عمان معنا الدكتور هلال الحجري يهتم، نعم، بشكل كبير في كتابة أدب الرحلات وترجمة ما كتبه الرحالة حول عمان. صحيح. هل هذا الوصف يعتبر تاريخ؟ نعم بالتأكيد. جزء هذا هو الدكتور هلال، يعني ما كتب هو أدب الرحلات، ترجم. هو ترجم، نعم، ترجم للرحالة الذين جاءوا إلى عمان، نعم، وكتبوا عنها وهم كثر، نعم، وهو أيضا انتقى من مصادره في اللغة الإنجليزية وحدد أيضا فترة معينة لأنهم كثيرين يعني، نعم. وأنا أيضا وحدي كتبت زمان بدري يعني، لكن أنا ما مثل هو رجل يقرأ، وطبعا هو دراسة الأكاديمية حول هذا الموضوع، نعم. أنا استدعاني معالي السيد عبد الله بن حمد البوسعيدي حينما كان سفيرنا في مصر، عنده كان صالون يعقد كل 3 أشهر تقريبا، وكل مرة يناقش قضية معينة. فمرة من المرات كان الحديث عن عمان في عيون الرحالة الذين جاءوا عمان وكتبوا عنها، وتقسم الموضوع إلى 3، يعني القديم جدا تحدث عنه حد من الناس، واللي هو صديقنا الله يعطيه الصحة والعافية الباحث الشهير الكاتب الكبير والسياسي والدبلوماسي والوزير، اللي هو من اسمه نسيته يا أخي، مشهور جدا، مغربي هو، هو في لساني كان زين، وتحدث عن الفترة اللي بعد، يعني هو تحدث عن ابن بطوطة ورحلته إلى عمان وهذا وآخرين، نعم. وفي آخر واحد صديق مصري تحدث عن الفترة اللي قبل الباكرة، نعم، جدا يعني من عصر الصحابة وآخرين اللي جاءوا عمان في العصور الأولى واللي كتبوا عنها مثل ياقوت الحموي مثل غيرهم، نعم. وأنا تكلمت عن 5 القرون الأخيرة، يعني من القرن 15، نعم، إلى القرن 20، من خلال يعني الكتب اللي كتبوها الناس لكن مترجمة. أنا لا أجيد اللغة الإنجليزية، فأنا قرأتها مترجمة، نعم، يعني على عهدة المترجمين، زين. ولذلك هلا الأوروبيين ميزتهم لما يجيوا بلادنا، نعم، سواء جاي سائح، سواء جاي في مهمة رسمية سياسية، سواء هو عسكري يعني يشتغل في الحكومة، لكنهم يكتبوا تفاصيل دقيقة قد لا نفطن إليها نحن، نعم. مثلا واحد من الكتاب أيام سيد سعيد بن سلطان، زين، سيد سعيد بن سلطان طبعا ما في مجال أن نستعرض سيرته وهي أعظم من كل شيء، نحن تكلمنا عن السفينة سلطانة قبل قليل، صحيح، صحيح، زين، وهي إحدى علاماته. جاء واحد كاتب إنجليزي معفو أو دبلوماسي أو سياسي شيء من هذا يعني أوروبي معفو، ما أتذكر الآن بالضبط يعني ما أحفظ، ودخل عنده في القصر قابله، وكان في يعني في شيخوخ تعاد كان كبير في السن، نعم، فوصف وصف دقيق، وصف الدشداشة، نعم، وهذه الكركوشة اللي فيها والعمامة والعصا اللي كان هذا، وكيف يعني بالدقة الشديدة، ما وصف بس هيئة الشخص، وصف السطح السقف، وصف مكان الدرايش، وصف شكل المجلس، وهذا وظن كان من ضمن المبشرين، ما متأكد الآن، دخل زوجته دخلت داخل، كان هو زوجته، نعم، فدخلت داخل في الحرم عند النساء، وأيضا وصفت بالدقة ايش ملابسهن وايش الحلي اللي لابسنها وايش الاشياء، يعني بالتفاصيل دقيقه. هذا يعني مؤرخين العرب قليل يشيروا الى هذا، يشيروا الى الاحداث السياسيه، يشيروا الى الحديث اللي يجري، يشيروا، لكن سيد سعيد مثلا، وهذه ايضا معلومه انتم تعرفوها ربما، الصوره اللي ظهرت السيد سعيد ومشهور وتتناقلها وسائل الاعلام، هي في الواقع في تقديري انا ليست صوره السيد سعيد، هذه رسمها واحد أمريكي سياسي قبل السيد سعيد لما جانا، ورجل سياسي وتجاري، نعم، وشل هذه الصورة، لكني أنا في تقديري ما رسمها هو هنا وهو قدامه، نعم، هو انطبعت صورة السيد في ذهنه وراح أمريكا ورسمها، وهي موجودة في ولاية سان في أمريكا، زين، في المتحف اللي هناك، ومن هناك جيبت ولا تزال هناك مكانها، نعم، لكن هو جاب الوجه تقريبا هو الوجه والعمامة تقريبا هي العمامة،
لكن لما جاء الى الشكل الملبس الملبس تماما ما هو الملبس، هو رسم ما في ذهننا عن الشرق، يعني التجار اللي كانوا يشوفهم خال خليلي ولا في بغداد ولا في تركيا. فسوى للسيد لباس ما هو لباسه مطلقا ولا لباس العمانيين، لأن أولاد السيد مباشرة، سيد تويني صورته موجودة، سيد برغش صورته موجودة، لكن عرضت ماجد مؤخرا أستاذ أحمد عذر عن المقاطعة في صورة عرضت مؤخرا وكانت للمرة الأولى تعرض للسلطان سيد. هذا أقول السيد سيد نعم، هذه الصورة هذا اللي أقول لش عنه، هذا المبعوث الأمريكي أو الإنجليزي اللي قابل السيد في آخر عمره ووصف هذه الدقة الشديدة مثل دشداشتي ودشداشة راشد نعم بالتفاصيل الدقيقة، هذه أعطت الناس أن الصورة هذه ما صحيحة. نعم. صحيح. وأنا كنت أقول هذا الكلام من 40 سنة أن هذه ما صحيحة الصورة. هذه شو السيد سيد سيد نعم. الآن بعض الإخوان عالجوها في 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 الوسائل الحديثة هذه نعم وسائل التواصل الاجتماعي، ايوه وسائل التواصل الاجتماعي والبلوتوث وهذا، وطلعوا فعلا صور الحقيقيه، يعني هم طلعوا صورته هو فوق والعمامه فوق وطلعوا اللباس مثل ما كاتب لنا هذاك الكاتب في ذاك الزمن. نعم انا في تقديري هذا السبب، سبب انه هو ما رسمه وجها لوجه وامامه. لا. هو ربما الصورة الثانية اللي ظهرت مؤخرا للسيد يعني هي صحيحة، لأن السيف اللي كان معاه هو السيف طبعا اللي موجود حاليا وله أيضا دلائل. دلائل. طيب نعم. هذا الكلام أستاذ أحمد الذي ذكرته حول الاختلاف وما يؤكد ما كتبه هذا حول ملبسه، يؤكد أيضا نقطة أخرى، قبل فترة كانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون نظمت ندوة حول السفينة السلطانة نعم. مسيرها إلى نيويورك نحو توثيق ونحو فيلم توثيقي، فصادفنا أحد الباحثين فذكر أنه رجع من خلال بحثه في مختلف الوثائق والصحف التي تكلمت عن هذه الرحلة التاريخية أن اسمها المركب السلطاني وليست السفينة السلطانة. أنا أشك في هذا، لأن الرجل اللي كتب قصة السفينة السلطانة هو كان عايش هناك وعايشها من يوم هي راحت من زنجبار نعم. إلين وصلت نيويورك ويوم رجعت، فهو كتب بالتفاصيل الكتاب هذا ما كاتب لنا واحد أمريكي أو إنجليزي في ذاك الزمن نعم. فهو شاهد عيان وقال السلطانة، لو كانت اسمها المركب السلطاني لما كان هو بيكتبها اسمها المركب السلطاني، لكن في بعض الوثائق في كل كان سيرة فيها الكتاب مركب، في كل سيرة هي مركب طبعا نعم. هي السلطاني. سفينة يعني نقول نعم. مركب يعني سفينة، ونحن في لهجتنا العمانية دائما نطلق على سفينة مركب صح. نعم. هذا هذا لكن كذي المركب هذا السلطاني اللهجة العامية يعني نقول مركب، هم يمكن استندوا على هذه النقطة مركب الهند بودقلين يعني هذا يعني معروف إن في اللهجة العمانية المركب هي السفينة الكبيرة نعم. عكس الهوري والسفينة الصغيرة نعم. فهي مركب، لكن المراكب لها أسماء هذا منذ القدم، مثلا عند اليعاربة أسطول السفن العمانية في الرحماني وفي كعب راس وفي الناصري زين، ففي أسماء موجودة إلى الآن هي أسماء أسطول اليعربي أسطول العماني اللي كان يمخر عباب البحر ويطارد البرتغاليين، وهذا كل سفينة لها اسم. نفس الشيء في الدولة البوسعيدية كانت السفن لها أسماها نعم. سيد سعيد بن سلطان نعم. سمى بعض المراكب أو بعض هذا الكبيرة أعطاها أسماء أحيانا مع أسماء أصدقاء البريطانيين نعم. وأسماء مختلفة يعني جميل. وهي موجودة ومكتوبة طيب يعني. التاريخ العماني تاريخ ما شاء الله حافل وكبير جدا كنز، نتكلم عن أبرز من وجهة نظرك أبرز المؤرخين لهذا التاريخ العماني، من الذي استطاع أن يؤرخ هذا التاريخ بشكل صحيح؟ هو التاريخ العماني قال لي المؤرخ الكبير شيخنا وأستاذنا الشيخ سالم بن حمود السيابي رحمة الله عليه، وهو المعني بالتاريخ والمتتبع لدقائقه، قال لي مرة في مقابلة طويلة عملتها معه نشرتها في مجلة الغدير اللي نعم. كنت مجلة نعم. في السبعينيات متواضعة كنت أنا أشرف عليها ومن ضمن المشرفين عليها نعم. قال لي كلمة التاريخ العماني دم أضاعه أهله، وأذكر أني حطيتها منشت عنوان هذه الكلمة. التاريخ العماني يقال كثيرا أن التاريخ العماني العمانيين ما يهتموا بالتاريخ والعمانيين ما كتبوا التاريخ، هل هذا دقيق؟ هذا تساؤل، ولكن لما تسمع أنت وتتابع إنسان يتابع سمعي أنت وتتابعي تجدي أن العمانيين كان لهم اهتمام بالتاريخ مثلا يعني يروي لنا التاريخ عن ابن النضر أحد العلماء العمانيين كان عنده كتاب
من مجلدين التاريخ العماني. نعم. لكن للأسف لما صارت وفقد هذا الكتاب. عندنا كتاب العوتبي الأنساب. نعم. نعم. وهو مرجع شهير الآن من حسن الحظ أنه بقى من ذاك الوقت والآن حققوه واشتغلوا عليه. أول شيء الدكتور النابودة في الإمارات جامعة الإمارات، ثم بعدين حققوه الدكتور محمود السليمي وفريق يعني انتدبت وزارة التراث لتحقيقه. فهذه من الكتب القديمة جدا في التاريخ. صحيح. وآخرين يعني فيه، يعني لما نوصل إلى مثلا الأزكوي صاحب كشف الغمة، هذا كتاب مهم جدا يعني تناول فيه تاريخ عمان، ما تاريخ عمان، تاريخ العالم كله هو جاب، لكن نقول الفصل اللي كتب فيه تاريخ عمان منذ عصور الجاهلية، مالك بن فهم والجولندا وما أعرف مين إلين وصل إلى الإسلام، ثم إلى العصور اللي وصل إلين وصل إلى وقتها هو. نعم. بعد ذلك بعد الزكوي قال معولي كتاب عنه اسمه قصص وأخبار قرأت في عمان، نبي طلع العام الماضي محقق تحقيق جيد. جميل. بعدين يا ابن رزيق وشاعر وباحث وكاتب مشهور جدا يعني. نعم. وكتب أيضا كتابه اللي هو الفتح المبين في سيرة السادة المساعديين، والثاني اللي هو عن الأئمة إيش اسمه نسيته، كان تعاوني باسمه شهير، هي قصيدة هو شرحها في التاريخ العماني، عن أنه بتاريخ عمان من العصور الأولى إلى العصر الحديث يعني. نعم. وبعد ابن رزيق جاء الإمام السالمي. نعم. والإمام السالمي كتب تحفة الأعيان، وهو كتاب مهم جدا ومن أدق أكثر الكتب التاريخية التاريخية تحريا للمعلومة ومحاولة لمناقشتها قدر المستطاع. نعم. وبذائقة هذاك الزمان ووعي الناس في ذاك الوقت يعني. هو طبعا الشيخ سالمي ينقل عنها الله نقل كثير، ولكن أيضا يشير إذا شوف شيء معلومة فيها كذا يقول يعني إنهم لا يستحلون الكذب ولكنهم ينقلون من العامة يعني. النقل من العامة مثل أيوة مثل ما ينقل ابن رزيق مثلا عن فلان وفلان، لقينا بعض يعني بعض أسلافنا الكبار المسنين وقال لي كذا وقال لي كذا وقال لي كثير في كتاب ابن رزيق هذا الكلام. زين. الشيخ سالمي يشكك في هذه المعلومات ويحاول حتى في الموسوعة العمانية. نعم. لما جيوا الآن. نعم. أشاروا إلى هذا. أشاروا إلى أنه بعض روايات هذلاك المؤرخين أو بعض أقوال هذلاك الشياب المسنين يعني ما دقيقة بهذيك الدقة يعني. جميل. فالتاريخ العماني يعني ما نقدر نقول أنه ما كتب، كتب ولكن الأحداث اللي صارت في عمان، تعرف في عمان تعرضت لغزوات كثيرة جدا، وللأسف من ضمن المشاكل حرق الكتب. لما جايوا ذيك السنة وهجموا على نزوة، وأول شيء سووا أيام النباهنة. نعم. الغزاة يعني ما أريد نسميهم الآن، جايوا وحرقوا المكتبات اللي هن في قلعة نزوة وفي حصن جامع نزوة. نعم. هذا كلام بدري جدا يعني. نعم. وكذلك يعني في صحار، كذلك أيضا حتى الحروب العمانية بينهم بعضهم بعض مكتبة. نعم. الأئمة العاربة والرستاق إلى طيب آخره. طيب إلى أن وصلنا إلى العهد الميمون تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم أستاذ أحمد الفلاحي، هناك اهتمام سامي من لدن جلالة السلطان المعظم بكتابة التاريخ العماني وتوثيق التاريخ العماني، وهناك يعني مجموعة من المشاريع التي تبناها جلالة السلطان المعظم في موضوع العناية بالتاريخ العماني. أتوقع أن الموسوعة العمانية أكبر دليل حول هذا التوثيق الحقيقي الذي يحتاجه هذا التاريخ العميق. كيف تنظر إلى كل هذا؟ الموسوعة العمانية طبعا صاحب الجلالة رجل بعمق عقلية متجاوزة بكثير. نعم. من بداياته. نعم. لذلك هو من السبعينات الأولى وهو عنده رؤى للثقافة للتاريخ للفن. للفن لكل الأشياء. نعم. يعني هو رجل دولة بامتياز. نعم. لذلك هو يعني كان واعي لكل هذه التفاصيل ووجه هنا وفي حسب مراحل الأشياء، لكن من أوائل الأشياء اللي هو يهتم بها. زين. الموسوعة العمانية حقيقة صححت كثير من المفاهيم، صححت كثير من الأغلاط اللي كانت، لكن هي أيضا ما أن الموسوعة جابوها من رأسهم. صحيح. هم نقلوها. نعم. يعني مثلا أنا حتى كاتب من ملاحظات أنه أول شيخ سيف بن حمود السيابي الله يرحمه
القاضي والمؤرخ الشيخ أحمد بن سعود سيف بن حمود البطاشي أنا آسف الشيخ سيف بن حمود البطاشي وهو مؤرخ شهير معروف عنده كتاب اسمه إتحاف الأعيان في ثلاث مجلدات وعنده كتاب عن الإمام أحمد بن سعيد في التاريخ وعنده كثير طالع سيد أحمد لما تذكروا مؤلفين التاريخ لماذا لا يذكروا ابن الإمام نور الدين السالمي الشيبة نهضة طبعا نهضة الأعيان كيف نعم 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 يذكر بالتأكيد وهذا عالم كبير ومؤرخ كبير وأنا كتبت مقدمة لدكتور محسن كتب عنا كتاب في أربع مجلدات عن سيرته وعن وثائق وعن هذا وأنا اللي كتبت مقدمة هذا الكتاب وأنا عشت عند هذا الرجل وشفته واقتربت منه وهو رجل علم من الأعلام الكبار يعني نحن في سياق فأنا أقول لك أنه أحمد بن سعود السيابي وسيف بن حمود البطاشي وأحمد بن سعود السيابي صححوا معلومات كثيرة زين إذا بعد أرجع إلى الورقة اللي أمامي إذا شئتم مثلا شيخ أحمد بن سعود قال لي بنفسه وكتب هذا الكتاب عنده كتاب اسمه الوسيط في التاريخ العماني وعنده كتاب آخر يشتغل عليه اسمه الوسيع ونحن ننتظر هذا كان مركز زين وصحح فيه كثير من الأمور واحد اسمه الإمام حفص بن راشد الخروصي زين في كل مصادر التاريخ يكتبوا عنه أنه هو ابن الإمام راشد بن سعيد الخروصي إمام الآن الشيخ أحمد بن سعود ثم الشيخ سيف بن حمود أكدوا أنه هذا لا العكس هو صحيح هذا راشد بن سعيد الخروصي يعتبر جد الإمام حفص هم قائلين عكسه وهذا عفواً الإمام حفص هو جد راشد بن سعيد اللي هم يقولوا أبوه بالعكس ذا هو جد يعني عم أبوه نعم. هذه واحدة من تصحيح التاريخ زين طيب أيضا هذا في شخص آخر هو الإمام راشد بن سعيد الخروصي هذا اللي قلنا عنه أنه هو نسبوا إليه قالوا حفص بن راشد وهو حفيد حفص حفيد هذاك حفص عم أبوه يعتبر في مقام جده نعم. أيضا هذا الإمام راشد زين العمان ظلت المصادر كل الكتب اللي جات ما فيها حتى كتاب الإمام السالمي وكتاب الرزيق وكتاب الأزكوي صاحب كشف الأمة يذكروا إنه هذا الإمام راشد تولى الإمامة بعد الإمام الخليل بن شاذان أثبتت الوقائع والمقارنات والأحداث اللي صارت عندهم هم لما شافوها إنه لا العكس الصحيح الإمام الخليل زين قبل يعني بعد والإمام راشد هو قبل والإمام الخليل هو اللي استلم الإمام بعد وفاة الإمام راشد هذه واحدة من تصحيحات زين الإمام راشد توفى سنة 442 الإمام الخليل توفى سنة 445 يعني هو اللي استلم الإمامة من عند جسمه أيضا المصادر ظلت تتناقل لعدة قرون الإمام الخليل بن شاذان هو حفيد الإمام الصلت بن مالك الصلت بن مالك الخروصي من الأئمة القدامى جدا يعني القرن الثالث زين فلما جايوا هلا شيخ سيف بن حمود وشيخ احمد بن سعود يشوفوا ويقارنوا الاحداث وجدوا انه بين الرجلين 200 سنه فلا يعقل ان يكون حفيده نعم طلع هو الحفيد الخامس من الجيل الخامس يعني يعني الخليل بن شاذان بن الخليل من الصلت بن مالك فكثير من الاشياء أيضا بين المصادر العمانية والمصادر العربية الأخرى يقولوا المصادر العربية الأخرى تقول أن العمانيين بعد وفاة الرسول ارتدوا من ضمن القبائل اللي ارتدت زين ووجد في كل كتب التاريخ العمانيين ينفيوا هذا شيخ أحمد بن سعود يقول يبدو أنه في ردتين ردة واحدة في بداية عهد أبو بكر الصديق هي اللي تشير إليها المراجع العربية زين وردة أخرى في أواخر عهد أبي بكر الصديق وهي اللي تشير إليها المصادر العمانية فهنا شيء من الاختلاف ولكن هو في لو حد نظر إلى هذا هذا اختلاف يكمل بعضه بعض زين ففي كثير من الأشياء الحمد لله الآن أنا أريد أذكر أيضا بالإضافة إلى الشيخ سيف بن حمود ونحن حقيقة نقر له والشيخ أحمد بن سعود السيابي والآن هو كتب هذا كتابه الوسيط وهذا مهم جدا جدا وبيشتغل على كتابه يكون أكثر تفصيلا إضافة إلى هؤلاء في من شبابنا الآن شباب
وعندي أسماء أذكرها. تفضل. عندي واحد اسمه خالد بن سليمان الخروصي. نعم. هذا مرق مؤرخ معلل متتبع، ما يأخذ المعلومات على علاتها ويدققها، هذا واحد. نعم. عندي واحد اسمه محمد السيفي، هذا من نزوة. نعم. وهذا عنده كتاب يمكن تابعتوه الآن، يريد يكون يصير 10 مجلدات، اسمه النمير. نعم النمير. الآن صدر 6 أجزاء والسابع ننتظره، ويعني للعاشر. وعندي يقال والله أعلم، حد يحدثني أنه عنده كتاب عن نزوة من 12 مجلد. ما شاء الله. زيد. جميل. وهذا رجل مهتم بالتاريخ. أنه واحد اسمه سالم البوسعيدي من أدم. نعم. وهذا أيضا مؤرخ عنده، في أول ما طلع علينا طلع، طبعا عنده هو كتب في الفقه والتفسير والقضايا هذا، لكن عنده كتاب اسمه الرائع في تاريخ عمان، في مجلدين كبار. وبعدين طلع عدة كتب في التاريخ، فهذا أيضا أنا أعتقد أنه من علامات التاريخ القادمة. نعم. زين. عندنا بعد واحد الولد هذا اللي طلع كتابه قبل يومين من دار الغشام، وهذا سيف بن عدي المسكري، وعمل ماجستير في التاريخ، هو متخصص في التاريخ، وفيه صحح معلومة ظلت متداول أيضا لقرون إن عن وفاة سيف بن سلطان الثاني اللي هو آخر أو من أواخر أئمة اليعاربة، فوجد هو وثيقة أنه هو حي لغاية بعد 25 سنة من اللي تقول المصادر أنه توفي. فهؤلاء أعتقد هؤلاء أنا ذكرتهم كلهم، ما أعرف إذا كان حد غيرهم بعد، يعني هل لا نتوقع منهم إن شاء الله؟ خالد خروص، محمد السيفي، سالم، أيوة هلا سيف بن عدي المسكري. جميل. هي. جميل. وإن شاء الله نحن نتأمل من أبنائنا في جامعة السلطان قابوس وفي الجامعات العربية الأخرى، لأن كل ما ظهرت وثائق جديدة، كل ما ظهرت كتب جديدة سواء من عمان أو من الخارج، يعني الآن الوثائق البرتغالية لسه ما كشفناها، فيها كثير من الأشياء. نعم. وأشياء وأشياء كثيرة أخرى. نعم. سؤالنا الأخير أستاذ أحمد، بعد طبعا هذا الإصدار الثري وأيضا الذي يوثق لمحات من بالطين تذكرة للأجيال القادمة مثل ما ذكرت هنا، ما الجديد لديك إن شاء الله؟ سمعنا أن في مشروع لتوثيق شعري. أيوه ما شاء الله، أنت ما هيش وصلش الخبر هذا، يعني هذا هو حتى الآن أنا ما توثيق، يعني كذاك هو توثيق يمكن يكون، أنا عندي فكرة كانت أصلها دفاتر قديمة مكتوب فيها قصائد من أجيال، يعني يمكن تكون نقدر نقول حتى أكثر من 200 سنة ما شاء يعني الله. ويضاف إليها يجي بعضهم يضيف إليها شيء، وطبعا لعبنا فيها لما كنا صغار، والمطر أخذ منها نصيبه، والرمة أخذت منها نصيبها، وبقت منها بقايا، فهي هذيك الأصل. كيف بالي قلت أنا ليش ما اختار منها، ثم بعد ذلك توسع المشروع أني أجيب مال الشيخ عبد الله بن علي، وأجيب مال الشيخ خلال السيابي، وأجيب وأحاول أسوي مختارات من الشعر العماني، وإن شاء الله أتمنى، يعني قاس أشتغل عليه من فترة، طبعا ما لي في شيء أبدا أبدا إلا التقسيم. نعم. أنا أحاول أقسمه حسب موضوعاته الشعرية. تمام. يعني في المراثي، في الوقائع، في الرحلات، ناس يروحوا الحج، ناس يروحوا الهند، ناس يروحوا أفريقيا ويكتبوا قصائد، في المديح للأسف ما قلت شيء عن المديح، لكن في الغزل، في الزنجباريات توفرت عدة قصائد خاصة بالزنجبار، وهكذا، فهي وما فاض عن هذه الأبواب. نعم. كثير قصائد ما يلها هذا توثيق، ما لها تبويب، ما يلها ما تدخل في التبويب، سميناها المتفرقات. جميل. لأن هذا عد كثيرة جدا، وبيكون هو أكبر يمكن. جميل. أكبر قسم في الكتاب إن شاء الله، شيء من هذه الأشعار الجميلة التي تكتبها أستاذ أحمد موجودة في هذا الكتاب إن شاء الله. لا أنا ما أكتب شعر، أنا لست بشاعر، أنا ما شاعر. لا عارفين أنا ما شاعر، أنا في حياتي نشرت قصيدة واحدة، وهي ما قصيدة بالمعنى الحقيقي، لكن سقوط بغداد في 9 إبريل 2009 هو هز 2003 هز الضمائر العربية، هذه العاصمة العظيمة الكبيرة التي علمت العرب منذ العصور الخوالي، التي علمت الحرف للأمم للدنيا كلها، أول من كتب في الدنيا هم أهل أبناء الرافدين في ذيك العصور الخوالي قبل آلاف السنين، فإذا بها وفي هذا العصر الذي انتهى فيه الاستعمار وانتهى فيه كل شيء تسقط هذه العاصمة، ونشوف الدبابات الأمريكية في علمها تمشي في شوارع بغداد، يعني لحظة كانت صحيح قوية تفجر الصخر، ولذلك يعني مشاعري دون أن أدري يعني خلتني شاعر وكتبت قصيدة وقرأت، أنا كنت أحاول أكتب هالشياء كذا خفيفة، ولكني ما مقتنع بها كشعر يعني، وما راويها أصحابي، لكن هذه
يعني تعبيرا عن المأساة سميتها نفثة مصدور. المصدور في العربية الذي أصيب بالسل وتحطم صدره، يعني صار ينفث صديد ودم خلاص منتهي. فهذه كانت نفثة، يعني لما ينفث كذا يطلع يطلع كله صديد ودم من داخله. فهي ونشرتها في قارة عمان حقيقة، ونشروها أيضا في الخليج، قارة الخليج. يعني طيب، نحن استمتعنا جدا أكيد. والله كان بيودنا أن يطول هذا اللقاء، كل ما نرجو فعلا أستاذ أحمد هذا الكلام يعني يقال ويقوله الكثيرون، وأنت تنادي به أيضا يعني لآخرين ممن لهم هذه الذكريات العميقة أن يكتب هذا التاريخ الذي ذكرت، أن يوثق ما قلته تلفزيونيا وإذاعيا وحتى كتابة، يعني من خلالك أيضا أن تكتب سيرتك يعني صحيح. حتى نقرأها، حتى تقرأها يعني هذا الكنز. سمعت هذا الكلام، ولكني نعم. أنا لما أتأمل ليكتبوا مذكراتهم وسيرهم، ناس يا إما كانوا سياسيين مطلعين، هذا تواضع، يا إما كانوا مبعوثين قابلوا رؤساء دول، يا إما يكونوا أدباء كبار أسماء ضخمة، لكن ونحن نراك مثلي وأمثالي. صدقني أستاذ أحمد أنت لا تقل عن هؤلاء بالنسبة لنا وفي نظرنا وبالنسبة للمشهد الثقافي العماني. ما أقبل، أشكركم على هذا الإصرار وعلى حسن الظن منكم، لكني أنا أعلم بنفسي أنا. هذه هي حقيقة أفكر أنت فيها أستاذ أحمد. جزاك الله خير. وإذا لم تكن أنت إن شاء الله، إحنا الكثير من الكتاب العمانيين المثقفين اللي أنت أخذت بإيدهم وشجعتهم وتبنيتهم، أكيد إن شاء الله هم لن يقصروا في هذا المجال. شكرا جزيلا لك. عندي ثقة كبيرة أنهم لن يقصروا. شكرا لك. وعندي ثقة كبيرة في الأبناء القادمين اللي دارسين في الجامعات واللي دارسين وفق المناهج الحديثة، أنهم هم سيقوموا بالواجب الذي ينتظر منهم. شكرا لك أستاذ أحمد فلاحي، نورتنا في حلقة الليلة من برنامج من عمان. ما قصرت، إن شاء الله لنا لقاءات قادمة ربما أقربها إن شاء الله معرض الكتاب القادم. شكرا لك أستاذ أحمد. شكرا، نورتنا لقاءكم، أحسنتم، بارك الله فيك. شكرا، نورتنا. إذن مشاهدينا نحن مستمرين معكم حتى تمام العاشرة، معنا محطة طبية، معنا ربط مباشر أيضا من نادي الواحات وألوان في السماء، وأيضا لدينا وقفة مع شاعر حمود بن وهجة. كل هذه المتابعات بعد هذا الفاصل. اختصرها أحسن. يمكنك معرفة الخدمات الإلكترونية الحكومية المتوفرة في السلطنة على 1. www.oman.om 2. www.omannews.om. وبعد ما شاهدتوا كيف ان الحياة مليئة بالاختصارات، خلوني اخبركم عن صديقي حمد. حمد انسان رائع ويحب النظام، لكن في يوم من الايام كان مهموم وطالع مع زميله سالم. ما اطول عليكم، سمعوا السالفة. مهموم اشوفك يا ابو شهاب، ايش فيك متقدر الخاطر؟ وكعوب تشكي او منصاب، قلي وانا اخوك لا تكابر، قلي وانا اخوك لا تكابر. يا اخوي مشكي بلا ولا عذر، ولا شاكين من هاجر مزيون، خالفني رادار وانا اسوق، ومو بعادتي اكسر القانون، ومو بعادتي اكسر القانون. سويت يا اخوي فعل شين، ادفع غرامه وذا دستور، الشرطة سوت نظام زين، دفعك ترون وبلا طابور، دفعك ترون وبلا طابور. دفع الكتروني بلا طابور. www.rop.gov.om اختصرها احسن وريح بالك. تخيل لو تم التخلص السليم من مخلفات البناء،
فإننا بذلك نحافظ على المنظر الجمالي العام للمدينة. ابدأ بالتغيير، فكلنا شركاء في نظافة وجمال مجتمعنا. مع تحيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة. مسؤوليتي تدفعني لتشجيع أصحاب الخبرة والكفاءة في الترشح لعضوية مجلس الشورى. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا ومتواصلين معاكم في الانتقال من فقرة لفقرة ومحطة إلى محطة، ونصل إلى محطة الصحية مع الدكتورة فنة الفنة. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور أختي عايدة، حياك الله. الحمد لله. أهلا وسهلا. إذا اليوم موضوعك عن صحة العيون، وموضوع مهم وحابين نعرف أكثر عنه، تفضلي. تسلمي، شكرا. أخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا فيكم وحلقتكم إن شاء الله الصحية من خلال برنامج من عمان. اليوم إن شاء الله موضوعنا الصحي عن الحول، الحول عند الأطفال حديثي الولادة، الحول عندما يصاب به الكبار البالغين وأسبابه. طبعا ما هي مؤشرات الحول؟ كيف يتم تشخيص الحول مبكرا؟ وهل هنالك أهمية في تشخيص الحول من أجل تدارك المشكلة الصحية هذه، وبالتالي تقليل آثارها الصحية النفسية العضوية والاجتماعية على المصاب بها؟ كيف يتم التشخيص؟ كيف يتم العلاج؟ لماذا يصل الإنسان أو الأم خاصة عند الأطفال مثلا لحالة الملل وإحساسها أنه لا، أنا من أول مرة حاولت أنه أنا أريح العين السليمة وأستخدم العين المصابة على أساس أن أنا أصلح عملية الانحراف. متى نقول للأم لا استمري ولا تحاولي أنه اليأس يدخلك؟ مواضيع كثيرة حول موضوع الحول أخواني وأخواتي، وأنا بالفعل حسيت أن هذا الموضوع كثير يستاهل نحن كثير نتطرق عليه. وضيفنا الكريم الدكتور محمد خير سري، أخصائي جراحة وطب عيون مركز دار العيون. حياك الله دكتور وشكرا للمشاركة. يا مساء الخير، شكرا لكرم وحسن الاستضافة. تسلم تسلم دكتور محمد. دكتور نبدأ إن شاء الله. طبعا عند مجتمعات كثيرة يعني حالات الحول عند حديثي الولادة قد تصل إلى نسبة 5%، هذه تعتبر طبعا من النسب العالية. صحيح حضرتك، تتراوح النسبة حسب الأحصائيات والدراسات وتختلف حسب المجتمعات من 8 بالألف لممكن تصل إلى 5% من المولودين حديثا نسبة ظهور الحول. تمام. طبعا احنا كل الآثار السلبية سواء كانت الاجتماعية، خلينا نركز عليها كثير، النفسية الصحية حتى على المصاب بالحول خاصة بسن مبكرة، خاصة هذيلا اللي يدخلوا داخل هذه النسبة اللي هي 5%. دكتور كيف يتم تشخيص؟ أول شيء عرفنا الحول. الحول بكل بساطة هو انحراف محور العين عن الأفق أو الوضع الطبيعي. تمام. بكل بساطة. تمام. وهو يعني أتوقع أنه تعريف سهل،
انحراف وخاصة عندما يركز الإنسان. صحيح. تمام. وله عدة أشكال، وقد يكون الانحراف للداخل أو للخارج، أو ممكن يكون للأعلى أو للأسفل. صحيح. أو قد يكون أحياناً مركب. صحيح. نعم. ماذا تقصد مركب دكتور؟ يعني على أساس نوضح الصورة. أفقي وعمودي بنفس الوقت. صحيح صحيح. ودرجاته قد تكون بسيطة. صحيح. قد تكون متوسطة وقد تكون حادة. طيب صح. خبرنا الفرق ما بين هذه الدرجات دكتور. الموضوع قد يكون الحوى الوحيد الجانب أو ثنائي الجانب. قد يكون ثابت بوضعيات النظر التسعة أو صح. قد يكون متقطع. صحيح. بالنسبة لدرجات الحوى قد يكون خفيف درجته أو متوسط، وقد يكون شديد وملفت للنظر. صحيح. طيب دكتور، إحنا كثير ناشد الكل بعملية الاكتشاف المبكر للحول على أساس التدخل يكون أسرع وأسهل، لكن لو كانت الحول مثلا درجة الحول خفيفة أو أبعاده البسيطة، فمثلا إيش تنصح تعرف القريب من الطفل إنه إيش يلاحظ عليه؟ إذا كانت درجة الحول خفيفة وما لاحظ الأهل وخاصة والدة الطفل هذا الموضوع، فممكن مدرسة طبيب الأطفال أو المدرسة، أو ممكن المدرسة أو قبل دخول المدرسة طبيب الأطفال ممكن يلاحظ ويكتشف هالشيء ويحيل الطفل إلى أخصائي العيون. صحيح. وأتوقع من ضمن الأشياء اللي تساعد في عملية تشخيص الحول التركيز. صحيح 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 صحيح، كلام سليم 100%. تمام دكتور، خبرنا عن يعني نسبة في مجتمعات قد تصل إلى 5%، ويعني بسبب الآثار السلبية للحول تعتبر هذه نسبة عالية. صحيح. فإيش أسباب؟ هل هنالك سبب محدد أم أن هنالك بوتقة من المسببات تجتمع مع بعض على أساس إظهار هذه؟ يوجد عوامل عديدة ممكن تتدخل ويظهر الحول عند المولود. من أهم هذه المواضيع هي القصة العائلية، وجود قصة عائلية، استعداد عائلي. نعم. كذلك نقص وزن الولادة كمان ممكن يلعب دور كبير وأساسي. اليرقان الولادي، حدوث التهاب السحايا في سن مبكرة للمولود، ارتفاع درجة حرارة المولود التي قد تصل إلى 40 درجة، والتي قد تسبب الحول أيضا. هي كلها بعض العوامل التي ممكن أن تظهر الحول. هلأ لابد من ملاحظة أدوية بسيطة لو تكرمتي، وبإحصائيات بسيطة. المولود الحديث وبالشهر الأول قد يكون عنده حول وبنسبة 73%. في الشهر الثاني بتنزل النسبة ل 50% حد ما تستقر العين. بداية الشهر الرابع عند صحيح الجسم، المولود صحيح الجسم، يجب أن تكون النسبة 0%. وهذا بعد كم سنة؟ 4 سنوات؟ 4 شهور من العمر. نتحدث عن الحول الولادي. بارك الله. نعم. نأخذ المكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير لنا. حياك الله. مساء النور. كيف الحال أختي؟ أتمنى بخير. الله يعافيك. الله يسلمك ويعافيك. تفضل. مشاركة بسيطة ممكن؟ تفضل دكتور محمد. ممكن نكلم دكتور محمد؟ تفضل يسمع. دكتور محمد السلام عليكم. يا مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله. أخبارك؟ كيف صحتك؟ الله يطول عمرك. يا أهلا. تسلم عزيزي. تسلم دكتور. لو سمحت دكتور، عندي والدتي كبيرة في السن طبعا. نعم. عندها العين اليمين. نعم. دائما الدمعة تنزل فيها كثير جدا. نعم. فعملنا لها عملية، هي عندها النزول الأسود. نعم. تمام. فسوينا لها عملية في مستشفى الشارع، رجعنا بالمستشفى النهضة. نعم. فقالوا لنا لا، يعني مشكلة ان ضغط العين دائما ينزل معاها. نعم. فحاليا الدمعة كثير دكتور، وحالتها العين يعني ما مستقرة، دائما الدمعة كثير، فايش المشكلة في هذا الجانب؟ تمام اخي الكريم، وشكرا للمشاركة. شكرا، بارك الله فيك دكتور. نرجع للحول وإن شاء الله بنجمع الأسئلة بعد ذلك وبندخل عليهم. نعم. قلت لي إن المسببات كثيرة، من ضمنها الأم، كذلك فترة الحمل، وخاصة الأم اللي تأخذ أدوية بدون استشارة طبية. في بعض من الأدوية تأثر على العين. موضوع الحمل. بعض الأدوية، ولا سمح الله بعض الأمراض التي قد تصيب الحامل. صحيح. والتدخين
ينقص وزن الولادة المباشر، يعني سواء المدخن أو المدخن السلبي. نعم. وهذه رح تحتها. إذا دكتور قلت لي أنه الاكتشاف المبكر للحول يقي الإنسان المصاب بكثير من الأمور، خلينا نتكلم عن الاكتشاف المبكر وكيف يتم الاكتشاف وما هي الأشياء التي يتم يعني معالجتها. الاكتشاف المبكر أساسي جدا بموضوع الحول، لأنه الاكتشاف المبكر يفضي لعلاج مبكر. العلاج المبكر رح يحل لنا مشكلتين أو الحقيقة ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى هي موضوع المظهر والمنظر، يلي لازم يكون، يجب أنه نحل موضوع الحول قبل سن المدرسة حتما، وهذه جدا مهمة مشان موضوع الوضع النفسي عند الطفل. تعرف عشان كذا هذا لي يعني لي رد يعني مردود مش طيب الحول على فكرة، يعني على الطفل المصاب. صحيح. حتى لو صحيح. كان خفيف من ناحية صحيح. انه الوضع النفسي دخل المدرسة. صحيح. ناخذ المكالمة ونرجع ان شاء الله. السلام عليكم. الو. عليكم السلام، مساء الخير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله، تفضل. نتشرف بوجود الدكتور، لو سمحت عندي سؤال للدكتور. الله يخليك، تفضل. تفضل. الله يخليك. عندي بنت عمرها 24 سنه وعندها حول متغير، يعني هل بالامكان علاجه او يعني معالجته؟ تمام، بارك الله فيك. يمكن ان شاء الله دكتور ناخذ هذا لانه في صلب الموضوع ان شاء الله. صحيح. من الممكن علاج الحول ولو بسن 24 سنة، لكن اذا في كسل وظيفي في العين فلا يمكن علاجه، لكن اقله يمكن تصحيح انحراف العين واعطاء مظهر طبيعي. احنا دائما انا اتمنى هذه توصل هذه المعلومه، في الحول لابد من تدارك الموضوع واكتشافه مبكر، يحبذ عمليه التصحيح ما قبل سن 9 سنوات دكتور. صحيح، لأنه بعد سن 9 سنوات التجربة البصرية للعين تكون قد اكتملت ووقعنا في فخ الكسل الوظيفي. الكسل الوظيفي هذا يعني بالفعل، يعني دكتور عرف المستمعين المشاهدين الكرام. الكسل الوظيفي هو طبعا سبحان الله التجربة البصرية عند الطفل والعين تكتمل خلال السنوات الأولى من العمر لحد سن 9 سنوات. فلازم تكون التجربة البصرية خلال هذه الفترة طبيعية. بارك الله فيك. وإلا لم تكن طبيعية مثلا وجود الحول الدماغ لا ما بياخد صورة مائلة، والدماغ يرتبط بالحواس يلغي بنوصل لكسل وظيفي. تمام. بيفوت الأوان بعد سن 9 سنين لعلاج الكسل الوظيفي. دكتور محمد طبعا شكرا للمشاركة معنا، وإن شاء الله نلتقي على وعد، إن شاء الله نلتقي فيك في حلقة جاية إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. تسلم. طبعا أنت كنت تريد تنبوه، تقول اللي يتصل ياخذ ببلاش. أي والله. طبعا بتشكركم على حسن وكرم الاستضافة. تسلم، الله يخليك. تسلم. وبتمنى من قلبي أنه الإخوان اللي اتصلوا لهم عنا معاينة مجانية دار العيون لجراحات الليزر، وهذا الشيء بداية الأسبوع القادم. تسلم. وبمناسبة العام الجديد. تسلم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا. أتوقع إن شاء الله الفقرة الصحية أختي عايدة انتهينا منها، وإن شاء الله على أمل لقاء وإخواننا المشاهدين الأسبوع القادم. شكرا دكتورة فنا، والله يعطيك العافية، وأيضا كل الشكر لضيفك. إذا ننتقل مباشرة إلى زميلنا محمد المهري المتواجد في نادي الواحات بالعذيبة، واللي راح يحدثنا عن ختام المشروع الوطني المعرض العماني الفني الطائر. مساء الخير يا محمد. مساء الخير عايدة، تفضل. شكرا عايدة. راشد عايدة، أعزائي المشاهدين المتابعين أيضا البرنامج من عمان، الآن تستمعون أيضا إلى هذه المعزوفات الموسيقية. الآن صورة تذكارية لكل المصورين الرسامين 43 مع أيضا صاحب السمو راعي هذه المناسبة. 43 رسام عمان يسافرون إلى 7 وجهات سياحية على مستوى السلطنة. الجميل أنه المعرض الفني الطائر، لما واحد يتساءل ما هو هذا المعرض الفني الطائر، المعرض الفني الطائر هو تنظيم رحلة جوية ل 43 رسام عماني يسافرون إلى 7 وجهات سياحية. هم يقومون بالدور التسويقي، والقريبة من خلال أيضا لقائنا مع أحد الفنانات التشكيلات الأخت نعيمة بنت عبدالله الميمانية، هي راحت الآن طبعا للتصوير.
نعيمة تخبرني على أنه كان يرسمون أيضا في الطائرة، كل رسام يذهب إلى دولة معينة، فكانوا يسافرون أيضا إلى الوجهات المختلفة ويرسمون ويلتقطون هكذا يعني أجواء جدا جميلة. طبعا هذا ما لدينا اليوم لضيق الوقت أيضا، ولكن نقول ألف شكر للثلاثة وأربعين اللي كانوا أيضا أنامل عمانية جميلة، وصلوا 2013 ب 2014 واحتفلوا أيضا بالعيدين. نتمنى دائما لعمان الأمن والازدهار، دمتم في أمان الله. الكلمة لكم في الاستوديو راشد وعيد. رجعنا لكم مشاهدينا مجددا، ومن الفن التشكيلي في الدقائق المتبقية من عمر حلقة الليلة من برنامج من عمان مع الشعر، مع شاعر جميل عرفتموه من خلال مجموعة من المشاركات في مجموعة البرامج اللي خارج أرض السلطنة، إضافة إلى مجموعة من القصائد اللي شكلت بصمة في مسيرة هذا الشاعر الجميل. بسلكم جميعا مشاهدينا، نرحب بالشاعر محمود بن وهق اليحيائي، مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور، كل عام وانتم بخير بمناسبة 2015، وسعيدين جدا بخير وصحة وسلامة، وسعد الله مساكم اختي عايدة وعلى جميع المشاهدين الكرام في كل مكان. حياك يا حمود. إذا كيف كانت بداية هذا العام معك؟ كذي مبين أنها بداية حلوة كانت. والله الحمد لله بداية جميلة، يعني أتمنى تستمر كل السنوات، يستمر في الإنجازات إن شاء الله وياكم بحضرة إن شاء الله. هو كان من خلال طبعا فوزك في واحدة من المسابقات، في واحد من البرامج الشعرية، من خلال كتابتك للشطر كملت الشطر اللي هو كملت البيت. هي مسابقة برنامج البيت في دبي، كانت تكملة شطر أو أنك صورة شعرية وتعلق عليها بيت، في انا كنت في الصوره الشعريه. نعم هنا نبض الصوره يسمونها. حلو، احنا نتمنى لك كل التوفيق دائما، وان شاء الله نشوف مسيرتك الشعريه متقدمه ومتعلقه. حمود، نريد نعرف وجهه نظرك في موضوع متعلق بكثره مشاركات الشاعر، يعني الى اي درجه ما تسهم في حرق صوره هذا الشاعر، بالعكس هي تبرزه، ما تؤثر في مسيرته الشعريه وتكراره؟ جميل. مشاركة الشاعر على حسب، كانت لازم تكون مشاركات مقننه ومشاركات مدروسه، بما انك يعني لا تأثر أنك تجري وراء الأمسيات وتجري وراء المشاركات كثير على حساب قصائدك اللي تكتبهن. ففي كثير من الشعراء، وقد أكون أنا منهم، يعني اتجهنا للكتابة كثير على أساس أن نظهر دائما بالشيء الجديد. الفترة الماضية وقفت أكتب، لكن وقفت الظهور على أساس أنها الناس تنتظر جديدك، وأنت ما تحرق نفسك وتتجه للقراءة. القراءة هي نتاج، أو مثل ما يقولوا الكتابة عصارة القراءة، فلازم أنك تقرأ على أساس أنك تكتب شيء جديد. طيب اليوم أيضا يمكن الشاعر ما عاد أيضا يعتمد على الأمسيات الشعرية والملتقيات الشعرية، اليوم في أكثر من وسيلة أنه يوصل لجمهوره، منها وسائل التواصل الاجتماعي، منها اليوتيوب مثلا. كيف كنت استخدام هذه الوسائل لوصول لجمهورك؟ والله تويتر، أنا متواجد في تويتر كثير. تويتر أحسه متنفس، والحين المبدع والشاعر أو الكاتب بشكل عام ما له عذر. نعم. ما لعذرنا ما يظهر، يعني يقول الإعلام والإعلام، لا يا حبيبي، ادخل على تويتر حسابك وانشر اللي تريده، سواء تسجل فيديو سجل صوت وانشر إلى كل العالم. جميل. فوسيلة سهلة تويتر للوصول لجميع الناس في كل أنحاء العالم. أنا في اليوتيوب إنسان مقل. يعني مقل جدا، ولا مرة سويت أبلود لفيديو لأني ما أعرف للتقنية كثير، لكن إن شاء الله بإذن الله بنتعلم على يديكم. الله يسلمك. طيب الناس يشوفوك في تويتر بشكل كبير ويسمعوا إلى قصائدك الجميلة، الحين حابين نسمع شيء من قصائدك الجميلة وشعريتك الحلوة، خاصة أنك على مشارف سفر مثل ما عرفنا. هي بإذن الله تعالى. قال أنا بسمعكم كذا مقطع، قول جيتي وجيتك على الموعد، وحديث الأمواج رومانسي، نمشي سوا أو تبي نقعد، قعدة وهب الهوى عكسي، أنا تقرب وهي تبعد، الله يا مطول الكرسي، أقرأ عيونك قبل ينطق فمك، حبيتنا وانتي بعد حبيتي،
خليك من الماضي أبقعد يمك يديك جدا باردة غاليتي وذا الحياة حرم علي ضمك أقل حاجة تلبسي جاكيتي معذور معذور يا قلبي المجروح عذرك سمين صويب واللي يقول تهون ما صابته يا ليت ما غرك الريحان والياسمين لما يأشر لك قطفني بسبابته ويا ليت درب الأفا اللي تاخذ الراحلين من قبل تاخذه ليت الدرب ما يابته روح مراحن ما يشبه روحة الطيبين الطيب يغيب بس تظل سحابته تمطر وفا لين تخضر المنافي حنين ويطول جذع الحنين وتزدهر غابته ولا انت فرقاك ألوح له بكلتا اليدين ما كنت من أهل وجداني ولا لابته واصبر على البعد إن الله مع الصابرين الله. بكرة يمر الجفا بالدمعة النابته عشان خشم الغلاء عديتها مرتين لكني آسف كثيرة الثالثة ثابتة الله الله الله, 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 الله صح لسانك على هذه الشعرية الجميلة فعلا لما يقولون توهكت الشعراء يا بن وهقة بنوقع لما الشاعر العماني يكتب بهذه يعني خلينا نقول يمكن المفردات اللي تكتبون فيها أقرب للخليجية من العمانية جميل طيب جميل أنت كشاعر هل المفروض أنك تكتب بهذه المفردات للوصول للخليجية أم أنت من خلالك لازم توصل المفردة العمانية للخليج جميل المفردة العمانية موجودة في معظم قصائدنا وإن لم تكن كلها مسألة كتابة الشعر أنا أتوقع أنها الشعر محلي تتوصل الإقليمية والعالمية نعم. هذا شيء متفق عليه الشعر النبطي هو لسان الخليجيين كلها وعمان دولة من دول الخليج نعم. وحن لهجتنا ما تختلف كثير اختلاف بعض المفردات اللي الشاعر بإمكانه أنه يتخلى عنها ليش؟ أساس أنه يكسب بائقة أكبر وشريحة أكبر من الجمهور فصرنا نكتب اللهجة واللغة البيضاء مثل ما يقولوا نعم. فيها جميل. نعم. طيب يعني من الأشياء الجميلة أيضا في النسخة الأخيرة لبرنامج شاعر المليون إنها احتفت بمجموعة من الشعراء العمانيين الشباب الجامعيين. أيوة كلكم نعم. جامعة سلطان قابوس صح؟ أيوة كذا واحد أنا كامل بطحري وعلي الغنبوصي كان طالب كلية صور الجامعية. طيب حمود نحن حابين نتعرف يعني على مجالك الدراسي نعم. على تأثير جماعة الخليل إذا كنت عضو من أعضائها على الجامعة الجامعية مثل ما يقولون هذا. جماعة الخليل يعني هي اللي بلورتنا كشعراء وهي لازالت تصدر صدرت ولازالت تصدر شعراء كثير في الساحة. نعم. جماعة الخليل هي وصلتنا للإعلام للضوء وخلتنا طريقة تعاملنا مع الجمهور تكون أرقى من خلال المشاركة في الأمسيات من خلال تنظيم الفعاليات ومن خلال استقبال الشعراء من كل دول الخليج والدول العربية أنت في أي سنة إيش تدرس بالضبط في الجامعة؟ أنا أدرس أنا رحلتي طويلة كانت رحلتي طويلة كنت في جامعة السلطان قابوس وقفت دراسة ما اتفقنا على المهر أنا والكلية كلية العلوم انتقلت لي قريبكم هنا في مدينة الإعلام في كلية البيان أدرس علاقات عامة جميل علاقات عامة زميل مهنة إن شاء الله بإذن الله تعالى وهي آخر سنة إن شاء الله باقي لك سنة نعم بإذن الله عندك معلومات بالتوفيق إن شاء الله خير جميل. طيب حمود نشتاق كثر الحوادث في شوارعنا إيش سالفتها القصيدة والله قصيدة من أقرب قصائد القلب يعني قصيدة لها فترة يعني سنتين أو ثلاث يعني زين نسمعها أكيد نكبر وتكبر جروح أيامنا معنا وتشيب معنا المواجع مثل أسامينا نتعب من الجرح بس الجرح يصنعنا نجوم في الشعر والصفقة تواسينا نعري قلوبنا والناس تسمعنا تتبسم الناس ونبكي محبينا قصايد المدح تغنينا إذا بعنا وقصايد الجرح ما تملأ مخابينا حتى لو أن الشعر هذا يجوعنا بنموت ما تنبسط للحاجة هدينا يتغير الوقت ما غير طبايعنا ويزعزع نفوس ما زعزع مبادينا يا عازف الناي صوت الناي صدعنا الله يخليك لي فينا يكفينا يا عازف الناي صوت الناي صدعنا الله يخليك لي فينا مكفينا الذكريات الجميلة ما توجعنا لكن إذا هبت الذكرى تباكينا حبيبتي والتفاصيل ومدامعنا كرسينا اللي قضينا به ليالينا الشاطي عيون خلق الله تتابعنا شعورنا بن خلق الله تعادينا عشاق والوصل فوق الغيم يزرعنا نخاف بكرة يدينا الريح تجنينا نكتب على الرمل أسامينا بصابعنا والموج يمحي أسامينا ويمحينا جربت أقرأ من الفنجان طالعنا لقيت بكرة على مدري يودينا حاولت أكذب وقول إنه بلا معنى
حتى لمحت السفينة تهجر المينا. نشتاق نشتاق كثر الحوادث في شوارعنا، كثر انكساراتنا من يوم حبينا، كثر القصيد الذي يتعب مسامعنا، والشعر من زحمته ما عاد يغرينا. الحب درب مشينا به وضيعنا، يا رب الأقرب طريق وصال تهدينا، ويليتنا يا حياتي ما توادعنا، يرضيك حتى ربعنا يشمتوا فينا. الله تستاهل هذه القصة، طبعا فزت فيها في جائزة أثير الشعرية مؤخرا. نعم. عن فئة الشباب، شعراء الشباب، شعراء الشعبي. نعم. نحن نقول الله يجبر بخاطرك والله يجبر بكل خواطر المحبين والأشياء إن شاء الله، وإن شاء الله ما في كسر ولا جرح. لا هو يعني الشاعر دائما مثل ما تقول أنت لسان حال المجتمع، يعني هو واحد منهم يعني. نعم صحيح. الأمر. وعيش تجاربهم. طيب طيب القادم سمعنا أن في ألبوم صوتي راح إن شاء الله بإذن الله جهزته على وشك. خلاص سجلت القصائد وإن شاء الله راح تكون نسخة للإذاعة والتلفزيون بإذن الله. إن شاء الله تشرفنا يعني إن شاء الله على الشهر القادم واللي عقبه. وفي عمل ثاني كذلك، في أشترك في فيديو كليب مع أخوان الشعراء كامل البطحري وسعيد الحجري وعلي الغنبوصي، مجهزين له من ما قبل شهر 10. ممتاز. وتصويرها بدينا فيه، ويعني على قدم وساق في الموضوع إن شاء الله خلال هذا الشهر بيكون. نرجو لك كل التوفيق إن شاء الله. في مشاركات قريبة ومسيات شيء؟ لا حاليا لا، موقف مهدي أعصابي. نحن نرجو لك كل التوفيق إن شاء الله، ونتمنى لك كل التقدم في مسيرتك الشعرية ومسيرتك التعليمية أيضا والحياة بإذن الله بشكل عام. شكرا لك الشاعر الجميل حمود بن مهدي، نورتنا. شكرا جزيلا. نورتنا. شكرا يا حمود. إذا نحن مشاهدينا وصلنا إلى الختام، لكن ختامنا راح يكون إن شاء الله بعد هذا الفاصل. اختصرها أحسن. يمكنك معرفة الخدمات الإلكترونية الحكومية المتوفرة في السلطنة على 1. www.oman.om 2. www.omannews.om. وبعد ما شاهدتوا كيف ان الحياة مليئة بالاختصارات، خلوني اخبركم عن صديقي حمد. حمد انسان رائع ويحب النظام، لكن في يوم من الايام كان مهموم وطالع مع زميلة سالم. ما اطول عليكم، سمعوا السالفة. مهموم اشوفك يا ابو شهاب، ايش فيك متقدر الخاطر، وكعوب تشكي او منصاب، قلي وانا اخوك لتكابر، قلي وانا اخوك لتكابر. يا اخوي مشكي بلا ولا عذر، ولا شاكين من هاجر مزيون، خالفني رادار وانا سوق، ومبعادتي اكسر القانون، ومبعادتي اكسر القانون. سويت يا اخوي فعل شين، ادفع غرامه وذا دستور، الشرطة سوت نظام زين، دفعك ترون وبلا طابور، دفعك ترون وبلا طابور. دفع إلكتروني بلا طابور. www.rop.gov.om اختصرها أحسن وريح بالك. قبل ما نختم حلقة الليلة من برنامج من عمان، خلونا نتعرف على الفائزين في مسابقة تقنية المعلومات اختصرها أحسن. إذن مشاهدينا راح نستعرض أسماء الفائزين اللي مشاركين في مسابقة اختصرها أحسن من هيئة تقنية المعلومات. بشكل أسبوعي يفوز فائزان، راح تظهر أرقامهم إن شاء الله بعد قليل على الشاشة. أسماء الفائزين: صالح بن سيف بن محمد العيسائي. نعم. والفائز الثاني
أحمد بن راشد بن عبد الله البادي، إن شاء الله المعنيين من هيئة تقنية المعلومات راح يتواصلوا معكم إن شاء الله للحصول على هذه الجائزة. إذن نبارك للفائزين في مسابقة اختصرها أحسن، وبإعلان أسماء الفائزين نأتي إلى نهاية حلقة الليلة من برنامج من عمان. إذن مشاهدينا يوم الغد إن شاء الله مع حلقة نهاية الأسبوع ملتقى جديد من برنامجكم من عمان، نعدكم بتحضير مجموعة من المحطات والمتابعات اللي راح إن شاء الله تقضوا برفقتنا مشوار طيب وأنتم على إجازة نهاية الأسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة، تحية طاقم العمل وأجمل التحايا بعثها لكم مخرج البرنامج سعيد موسى، وإلى اللقاء في أمان الله.